بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستكمل معكم أعزائي الطلاب الفصل الثالث المتعلق بنظريات التعلم، ونتطرق اليوم لموضوع مهم جدا اللي هو موضوع انتقال أثر التدريب أو انتقال أثر التعلم. تعالوا نشوف يا شباب إيه هو انتقال أثر التدريب. في البداية لازم نسأل نفسنا سؤال، يعني إيه أثر التدريب؟ يعني انتقال أثر التدريب؟ انتقال أثر التدريب هي عملية يتم من خلالها انتقال لما تعلمه الفرد في موقف ما سابق إلى موقف ما لاحق. هذا الانتقال قد يأخذ شكلين، إما بصورة إيجابية أو سلبية. أنا أتعلم موضوعات كثيرة، هذه الموضوعات تساعدني في المستقبل على فهم موضوعات أخرى، يبقى في هذه الحالة التأثير إيجابي. أما إذا كانت هذه الموضوعات تؤثر علي بالسلب في الموضوعات التالية فيسمى تأثير سلبي. أما إذا كانت هذه المعلومات لا تؤثر علي لا بالإيجاب ولا السلب، في هذه الحالة يسمى انتقال أثر التدريب صفري أو منعدم. طيب تعالوا نشوف انتقال أثر التدريب أشكاله إيه. زي ما تحدثنا، الشكل الأول هو الانتقال الإيجابي، إن التأثر بالموقف السابق على الموقف اللاحق يكون بصورة إيجابية، زي اللي يكون بيحفظ القرآن الكريم ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، بيؤثر عليه في قراءة اللغة العربية. تجد ان هو السابق بالنسبة له حفظ القرآن، اللاحق بالنسبة له هو تعلم اللغة العربية. نجد ان من امهر الافراد في تعلم اللغة العربية هم من سبق لهم حفظ القرآن الكريم. طيب الانتقال السلبي، انه يتأثر الموقف اللاحق بصورة سلبية، زي ان هو تعلم اللغة الانجليزية يكون سابق على تعلم اللغة الفرنسية، فيبقى الشخص لما يجي يتعلم اللغة الفرنسية يصعب عليه انه يتعلمها، نتيجة ان التعلم السابق للغة الانجليزية حدث نوع من التضارب ونوع من المشكلات. طيب الانتقال الصفري او المنعدم هو عدم التأثر بالموقف السابق، زي عدم وجود علاقة بين الموقفين، ما فيش علاقة لا بيؤثر لا بالإيجاب ولا بالسلب. طيب ايه هي شروط حدوث الانتقال الفعال؟ اول شرط ان يكون هناك عناصر مشتركة او درجة متشابهة. لاحظ أن القرآن الكريم ألفاظه وكلماته اللغة العربية اللي فيه تساعد بدرجة كبيرة على أن يكون الانتقال إيجابي، لأن في عناصر مشتركة ودرجة في الألفاظ متشابهة. أيضا التهيؤ العقلي، أن يكون الفرد مستعد أن هو يتعلم التعلم الجديد. إيه هي المقترحات لتحسين مسؤولية المعلم في انتقال أثر التدريب؟ أول حاجة انه يجعل موقف التعلم في المدرسة قريب من المواقف الواقعية، عشان الطالب يشعر انه هو قريب من ما يحدث في الواقع. يعطي امثلة على المفاهيم والمبادئ من الاشياء اللي تعلمها الطالب مسبقا، يبقى هو بيعمل عملية ربط بين السابق واللاحق. ايضا انه ينتقل من السهل الى الصعب، من الاشياء اللي هي غير موجودة الى الاشياء المحسوسة او الموجودة، بحيث انه هو يستطيع انه يربطها لدى الطالب. يستخدم طرق متنوعة في التدريس وخاصة في مجال التطبيق، ثم يعزز الاستجابات الصحيحة. ممتاز، برافو عليك، جزاك الله خيرا، أحسنت، وهكذا. بكده يبقى انتهينا من محاضرة اليوم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.